زكاة مالي موعدها في شهر ذي الحجة في أول الشهر الميلادي، أدفع 1200 جنيه تخرج شهريا حتى آخر السنة، ويخرج الباقي في ذي الحجة. فهنا عدة لفتات. اللفتة الأولى أن الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية إنما تبنى على الشهور الهلالية ليست الشهور الميلادية، هذا شيء. الشيء الثاني، الأمر الذي ذكرته أنت، إذا كان إخراج الزكاة مقدما لا بأس وأحسنت، لكن إذا كان مؤخرا لا يجوز، إلا إذا انعدمت معك السيولة المالية أو انعدم مصرفها، والله أعلم.